هلا مثلا فتحت هذا البرنامج وورد، تمام؟ شوفوا بتنزل هاي، عملت انا تنزيل اللي فتحتها، هي الملف اللي انا كنت فاتحته بالاول هيو موجود، تمام؟ بدي انزله هيو. انا فعليا كم من ملف وورد موجودين عندي؟ مفتوحين اثنين، هي ورقة العمل اللي انا بشوي فتحتها، وهي اللي كنت انا عاملته قبل شوي، تمام؟ هلا نفرض يا مس انا كنت فاتحه هذا الملف، تمام؟ وجيت حكيت لكم انا فاتحه هذا الملف، ارجع افتح لي برنامج وورد يكون جديد، تمام؟ نيو، يعني مش مكتوب فيها تو ولا شيء، مش ملف موجود عندي وبدي افتحه مثل اوبن، تمام؟ وين بروح؟ بروح على فايل تو كرييت ا نيو فايل، تمام؟ تو كرييت ا نيو فايل عشان انا افتح ملف جديد موجود عندي. كرييت ا نيو فايل، بروح على فايل، من فايل بروح على كلمة نيو، تمام يا مس؟ إذا أرجع أعيد create a new file حتى أنا أنشئ ملف جديد، بروح على فايل، من فايل بختار كلمة نيو، بختار bank documents، شايفينها؟ هلا أنا هيك فتح لي ملف وورد مش مكتوب فيها تو ولا إشي، تمام؟ لو أجي بدي أعمل مينيمايز لهاي اللي أنا فتحته، هاي الملف اللي كنت أنا فاتحته موجود ما تسكر، تمام؟ إما أنت يا مس مثلا معك كتاب وعم بتطول كتاب تاني وعم بتطول كتاب تالت والكتاب نفسه موجود عندك، تمام؟ ونفس المبدأ، تمام؟ إذا اليوم إحنا أخذنا ثلاث أشياء يا مس، أخذنا كيف أنا أحفظ ملف موجود عندي، بروح على فايل، من فايل بختار كلمة سيف، تمام؟ أو من الكويك أكسس تول بار بختار كلمة إشارة السيف، تمام؟ عشان أفتح تو أوبن أ فايل، أفتح open a file، تمام؟ يعني ملف موجود عندي بدي افتحه، to open a file بروح على file بختار كلمة open، اوكي؟ طيب لما اجي احكي لك يا مس to create a new file لانشئ ملف جديد، to create a new يعني جديد file، بروح على file وبضغط على new، بعدين بختار black documents وبفتحه، تمام؟ وهذا درسنا لليوم يا ثالث، ويعطيكم الف عافية يا مس.